تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة بالقاهرة وباقي المحافظات لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والمحال غير المرخصة، ترافقها حملات لقوات الانتشار السريع التابعة للشرطة لإعادة الانضباط للشارع. المزيد يرصده التقرير التالي. إنفاذا لتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالضرب بيد من حديد لكل خارج على القانون، بدأت مديريات الأمن حملات مكبرة مكررة لإزالة جميع الإشغالات الموجودة من الباعة الجائلين والمحال غير المرخصة وإعادة الأمن للشارع المصرية. البداية كانت ساخنة، قادها رئيس الوزراء ووزير الداخلية، واستهدفت منطقة وسط البلد والإسعاف بمحافظة القاهرة. وللأسبوع الثاني على التوالي واصلت المحافظة حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع، والوجهة هذه المرة كانت بشارع فيصل. احنا في خطه متكامله بالنسبه للجيزه، بناخدها مناطق مناطق. بدانا يمكن حضرتك بشارع الهرم، اخذناه على كام يوم بالطول، خد احياء العمرانيه والهرم، تمام، ودخلنا بعد كده على مناطق شارع التحرير والتحويلات، منطقه البحوث الزراعيه، شارع احمد عرابي، جامعه الدول العربيه، وده بيشمل احياء الدقي والعجوزه. دخلنا بعد كده على الكتكات امبابه، لسه مخلصين امبارح من كتكات امبابه، تمام. النهارده بدانا في شارع فيصل، وده فيه ثلاث احياء: بولاء والعمرانيه والهرم. وفي الفيوم قام المحافظ على راس حمله مكبره لازاله التعديات ورفع الاشغالات في عدد من المناطق التابعه لحي جنوب والى اقصى الجنوب. في اسيوط شنت الاجهزه التنفيذيه حمله ازاله لاشغالات الطريق. المحافظة أكدت أن الحملة في استمرار، وهي سياسة عامة للحكومة في إطار إعادة الانضباط للشارع. وفي أسوان واصلت المحافظة جهودها اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والقرى والمناطق السكنية. وبالرغم من أن حملات إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين مستمرة من أجل مظهر حضاري، فإن الدولة تؤكد أنها ليست ضد الباعة الجائلين، لكنها ضد من يعتدي على هيبتها. وعودة لخبر اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي لمناقشة تقرير اللجنة الإفريقية حول مصر ونتائج زيارتها إلى مصر واستئناف مصر لأنشطتها بالاتحاد الإفريقي. ينضم إلينا هاتفيا السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية. سعادة السفير، يعني بعد الترحيب بسيادتك، ماذا تتوقع غدا في اجتماع مجلس الأمن والسلم؟ يعني احنا طبعا في اتصالات مستمرة بيجريها الجهاز الدبلوماسي المصري مع الأشقاء الأفارقة، إن كانوا الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي الـ15 أو الدول الإفريقية الرئيسية داخل الاتحاد الإفريقي أو مع كبار المسؤولين داخل المفاوضات الاتحاد الإفريقي. الأمور تسير بشكل جيد، هناك أجواء إيجابية، ولا نريد أن نستبق الأحداث. يعني هناك تقرير سيتم مناقشته باكر، التقرير الذي رفعه الوفد الإفريقي رفيع المستوى برئاسة الرئيس ألف عمر كناري. التقرير وصل إلى خلاصات محددة بأنه كان هناك سوء فهم من جانب الاتحاد الإفريقي أدى إلى اتخاذ هذا القرار المتسرع، وأن 30 يونيو كانت ثورة شعبية حقيقية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات ومعاني، وأخيرا توصية بسرعة استئناف مصر لمشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي. يعني إذا اعتمد المجلس هذا التقرير فهذا يؤسس إلى مراجعة وتصويب وتصحيح القرار المتسرع الذي صدر عقب الإعلان عن خريطة طريق في 3 يوليو الماضي. إذن يعني يمكن القول بأن فحوى التقرير إيجابية للجانب المصري. يعني بالضبط، وإحنا رحبنا طبعا بالخلاصات والاستنتاجات التي وصل إليها التقرير، ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابا باكر في اجتماع المجلس حتى يتم عكس إرادة الشعب المصري بكل دقة وبكل ما تعنيه هذه الثورة الشعبية. تمام، أنا بشكر وجودك معنا السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.
وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة. وعودة مشاهدينا لخبر قرار التحفظ على بعض محال المتعلقة أو المتصلة بقيادات الأخوان والتحفظ التحفظ على أموالهم. ينضم إلينا هاتفيا سيادة المستشار وديع حنا الأمين العام للجنة حصر أموال الأخوان. سيادة المستشار، ماذا عن تفاصيل القرار الذي تم اتخاذه للتحفظ على سلسلة المحلات لبعض قيادات الأخوان؟ هو بالفعل كما تم الاعلام بالامس، اولا طبعا مساء الخير على حضرتك. هو بالفعل كما تم الاعلام بالامس ان هناك قرارات بالتحفظ صدرت على شركتي، هي شركتي زاد وشركه يونايتد جروسل المملوكه لعبد الرحمن سعودي، تنفيذا لهذا القرار اللي اتخذ يوم الاربعاء الماضي بتجنيد حساباتهم في البنوك وكافه الانشطه المتعلقه بهم في كافه البنوك والمصارف العامله في جمهوريه مصر العربيه. بدانا في المرحله الثانيه من خطه التنفيذ وهي جرب الفروع الخاصه بهاتين الشركتين. تم تحديدهم في 42 فرع، وبدا بالامس عمليات جرد هذه الفروع. الجرد مستمر حتى اليوم. بتسير اجراءات الجرد بشكل منتظم من خلال 42 لجنه منتشره على مستوى القاهره والجيزه. هذه اللجان مدعومه بقوات من الامن. وجدنا ورصد المكتب الخاص غرفه العمليات المشكله لمتابعه هذا الامر داخل وزاره العدل برئاسه المستشار مساعد اول الوزير، رصدت ان هناك بعض الاشاعات حوالين استمرار العماله وحوالين مدى قدره اللجنه على دفع الاشاعات الخاصه بالموردين، وهي طبعا بمبالغ كبيره. صدر فورا ان بدات هذه الاشاعات في تداول من خلال بعض وسائل الاعلام ومن خلال بعض المدفوعين من العاملين بشركات خيرت الشاطر. تم التعامل معها فورا، وصدر بيان عن المستشار هذا الخميس مساعد اول وزير العدل، وتم نفي في هذه الاشاعات، حيث اكدنا ان بالنسبه للعماله كافه الموظفين الذين رغبوهم في الاستمرار في العمل اماكنهم موجوده والعمل مدار. وسيتقاضون رواتبهم ايضا نفس الرواتب اللي كانوا بيحصلوا عليها. تمام، انا بشكر وجودك معنا سياده المستشار وديع حنا الامين العام للجنه حصر اموال الاخوان، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وفي شأن عربي، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن قانون السلامة الوطنية نافذ ولا تحتاج البلاد إلى إعلان الطوارئ. وأكد المالكي أن الحرب مفتوحة وطويلة مع الإرهاب، موضحا أن ما حدث في الموصل لم يكن متوقعا بتخلي جنود وضباط عن أسلحتهم، متوعدا بمحاسبة كل من ألقى سلاحه بعقوبة تصل إلى الإعدام، داعيا الضباط والجنود إلى اعتقال أي متخاذل. أدان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أعمال الإرهاب والقتل العشوائي في العراق، مشددا على أن ما يجري هناك ينبئ بمخاطر جسيمة تهدد وحدة واستقرار هذا البلد الشقيق وكذلك استقرار المنطقة بأكملها.
وشدد فهمي على أهمية وحدة الصف العربي لصياغة موقف موحد بالتنسيق مع السلطات والقوى الوطنية العراقية يصون للبلاد وحدتها ويضمن عدم تقسيمها على أسس مذهبية أو طائفية. وأكد فهمي أن وزارة الخارجية تتابع أولا بأول تداعيات الأوضاع في العراق على المصريين هناك، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل الأجهزة المعنية. طلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الجانب الإسرائيلي بالتزام أقصى درجات ضبط النفس وعدم مواصلة تصعيد الموقف مع الجانب الفلسطيني حتى يمكن احتواء التوتر المتزايد بين الطرفين. جاء ذلك تعقيبا على الأخبار المتواترة حول اعتزام إسرائيل توسيع عملياتها الأمنية في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة، ردا على اختطاف 3 مواطنين إسرائيليين بها. كانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت أكثر من 40 فلسطينيا، من بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك العضو في حركة حماس، في إطار عملية تهدف للعثور على مواطنيها المختطفين. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. البورصة تخسر أكثر من 5 مليارات ومؤشرها يتراجع نحو 1.5%. مكتب الرئيس. قضايا ملحة وملفات ساخنة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن المصري. نطرحها ونناقشها مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في برنامج على مكتب الرئيس في الأوقات التالية على شاشة النهار اليوم. إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها في ختام تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية وسط ترقب من المستثمرين لتشكيل الوزارة الجديدة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5.5 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.53%. أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه ستتم إقامة وحدات تخزينية متطورة في أماكن الشون الترابية في جميع المحافظات لحفظ القمح والحبوب من التلف. وأضاف حنفي أنه سيتم أيضا إنشاء مناطق لوجستية متطورة لتجمع الحبوب والخضر والفاكهة وإقامة أسواق بجانبها لخدمة صغار المزارعين والتجار، وذلك بهدف الحفاظ على المحاصيل من الإهدار وزيادة المعروض منها وطرحها للمواطنين بأسعار منخفضة. قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار إن مصر دولة جاذبة للاستثمارات بحكم ارتباطها بعلاقات تجارية مع العديد من دول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا. وخلال ندوة بناء جسور المعرفة وتنمية الأعمال بين مصر والولايات المتحدة، قال عبد النور إن هذه العلاقات التجارية تساعد على نفاذ المنتج المصري إلى أسواق عديدة، لافتا إلى أن الصناعات المصرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بما يساعد على توفير منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية كبيرة.
أكد الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي على أهمية التكنولوجيا الحيوية ودورها الفعال في حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المصريون في الوقت الحالي. وخلال ورشة عمل حول دور التكنولوجيا الحيوية في التنمية الاقتصادية، قال الدجوي إن التكنولوجيا الحيوية تدخل في جميع جوانب الحياة من الغذاء إلى الدواء والنسيج والطاقة، داعيا العلماء ومراكز الأبحاث إلى التكامل مع بعضها البعض من أجل النهوض بمخرجات هذا النوع من التكنولوجيا بما يخدم التنمية الشاملة في البلاد. أشادت منظمة العمل الدولية بدستور مصر الجديد وبمرحلة التحول السياسي والاقتصادي التي تمر بها مصر. وخلال ندوة حول دور الإعلام في دعم العمل اللائق عقدتها المنظمة بمدينة الغردقة، قال الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة إن الدستور المصري أعاد الاعتبار للدولة بإعادة توزيع الثروة وتحديد نسب الاتفاق الإنفاق على التعليم والصحة ومراعاة الجانب الاجتماعي والالتزام بالحريات والحقوق النقابية. ونتحول إلى أخبار الرياضة ونبدأها من البرازيل. ومن نهائيات كأس العالم انتصرت الأرجنتين على البوسنة بهدفين مقابل هدف واحد بفضل تسديدة مميزة للنجم ليونيل ميسي في منتصف الشوط الثاني. وبعد لعبة مشتركة مع سيرجيو أغويرو، مر ميسي من بين ثلاثة مدافعين وسدد الكرة بقوة على يمين الحارس، مسجلا ثاني أهداف الأرجنتين في المباراة التي أقيمت باستاد ماركانا في ريو دي جانيرو. كانت تلك آخر مباريات الليلة الماضية، لكن قبل ذلك سحقت فرنسا منافستها هندوراس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بينها ثنائية للنجم كريم بنزيما. وفي نفس المجموعة الخامسة تغلبت سويسرا بهدفين لواحد على الإكوادور. أما اليوم فعشاق كرة القدم على موعد مع لقاء قمة سيجمع ألمانيا مع البرتغال التي يقودها النجم العائد من الإصابة كريستيانو رونالدو. المباراة ستقام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وستليها مباراتان الأولى بين إيران ونيجيريا في المجموعة 7 في تمام 10، ثم غانا والولايات المتحدة في المجموعة 6، وهذه المباراة ستقام في 1 بعد منتصف الليل. بدأت منذ قليل على استاد المقاولون العرب مباراة الأهلي ومصر المقاصة في ختام مباريات الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي اللقاء بعد ضمانه التأهل إلى الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري، حيث يخوض اللقاء بمجموعة من اللاعبين الشباب مع فريق الناشئين بالنادي، مع تدعيمهم بثلاثة أو أربعة لاعبين من المجموعة الأساسية. حسم الزمالك صفقة ثلاثي اتحاد الشرطة خالد قمر ومعروف يوسف وأحمد ويدار، بعدما أبلغ ثلاثي مسؤولي ناديهم برغبتهم في اللعب لنادي الزمالك. وتفوق الزمالك في هذه الصفقة على غريمه الأهلي الذي عرض 6 ملايين جنيه، لكن رغبة اللاعبين في اللعب للزمالك حسمت الصفقة مقابل 4 ملايين فقط. وسيكون من حق الزمالك ضم اللاعبين الثلاثة لتمثيله في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. ختام أخبارنا مع استعداد المصريين لاستقبال شهر رمضان الكريم، فبعد أيام من فوزه في الانتخابات الرئاسية ظهر في الأسواق فانوس يحمل اسم الرئيس السيسي. الفانوس شهد إقبالا كبيرا من المصريين على شرائه رغم ارتفاع سعره النسبي. نتابع. فانوس السيسي. كعادة رمضان في السنوات الأخيرة انعكست الأجواء السياسية على الطابع التراثي للشهر الكريم، فامتلأت الأسواق بفانوس السيسي بعد أيام من فوزه.
ورغم ارتفاع سعره الذي تجاوز 90 جنيها إلا أنه الأكثر مبيعا حتى الآن وفقا للكثيرين هنا. فشادي الذي اعتاد بيع الفوانيس كل عام تفاجأ بالإقبال الكبير على فانوس السيسي الذي تحدى فوانيس لشخصيات كرتونية أخرى معروفة ومحببة لدى الأطفال. احنا فرشين امبارح، يعني من امبارح الناس عمالة تيجي في فانوس نزل للسيسي، طبعا في بنقول لهم في فانوس نزل للسيسي، هو لسه قلنا لهم لسه ما جيش، فلما جه الناس بتسال عليه بنوريه لهم وبنشغله لهم زي حضرتك ما شفت كده، وبالذات بقى الحريم وكده هم اللي بيجوا يسالوا عليه قوي. وانضمت الدبابة والجندي إلى قائمة الفوانيس الأكثر طلبا هذا العام خاصة من النساء والأطفال، فوفقا للكثيرين منهم هذا الإقبال ما هو إلا تعبير عن حبهم للسيسي والجيش. من الصبح في اللي بيجي على فانوس السيسي وفي اللي بيجي على فانوس الثاني، الثاني ما بيعجبوش، هو بيعجبه السيسي. خلاص الأطفال بقوا بيتفرجوا وبقى عندهم انتماء سياسي، بقى كل بيت دلوقتي بيتفرج على السيسي وبيتفرج على الانتخابات، فبقى زينا وبقوا عايزين زي يشوفوا، يعني يشوفوا حاجة حية معاهم يلعبوا بيها بس، فهو عشان كده شبطانين شوية في موال السيسي. اتفرجنا عليه امبارح على الكمبيوتر وهو كان عايزه، بس أكدب عليكي أنا لقيته برضه شوية غالي، يعني 95 جنيه برضه غالي، لعبة لطفل يلعب بيها في شهر لا غالي. لكن الباعة لم يستبعدوا أن تشهد الأعوام القادمة فوانيس جديدة تحاكي الوضع السياسي وقتها، وهو ما يحدث منذ 3 أعوام، إلا أنهم في الوقت نفسه استبعدوا اختفاء الفانوس التقليدي المصنوع من الصاج والذي تمتلئ به الأسواق منذ شهر شعبان من كل عام. ظل اقتناء الفوانيس عادة مصرية لمئات السنين، إلا أنه في السنوات الأخيرة أصبح لكل رمضان تقاليده الخاصة. مروة عبد العزيز، تلفزيون النهار. لا تنتهي نوادر المصريين في جميع المناسبات، كل عام وأنتم بخير. وختاما نذكركم بأبرز العناوين. 10 وزراء جدد في حكومة محلب وإلغاء وزارة الإعلام وحلف اليمين غدا. الاتحاد الإفريقي يبحث غدا استئناف القاهرة أنشطتها بالاتحاد، واتصالات مكثفة مصرية لضمان تنفيذ توصيات كوناري. استشهاد ضابط متأثرا بإصابته خلال مطاردة أعضاء خلية إرهابية بمنطقة التبين بالقاهرة. نشرة الخامسة قدمناها لكم من النهار اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.